بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبي إله العالمين بالزهراء المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم السقيفة إلى قيام يوم الدين. السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لعن الله أعداءك يا زهراء، لعن الله أعداء أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. أحبائي المشاهدين، مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجورنا وأجوركم أيها الأحبة الكرام بهذه الأيام والليالي الحزينة ذكرى استشهاد سيدتي ومولاتي السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. وأهلا ومرحبا بكم أحباء المشاهدين بهذه الحلقة الخاصة بهذه المناسبة الأليمة والعظيمة. ضيفي اليوم من طراز خاص حقيقة أحباء المشاهدين، تعلمنا منه الكثير والكثير والكثير في الخدمة الحسينية، تعلمنا منه التواضع، تعلمنا منه الإخلاص لسيد الشهداء عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. رحبوا معي أحبائي المشاهدين بأستاذي وعزيزي وتاج راسي الرادود الحسيني الحاج السيد حسن الكربلائي، عظم الله أجوركم سيدنا. حسن عظم الله أجوركم، طبعا هذا حسن ظنكم. الله يحفظكم سيدنا العزيز، الله يبارك فيكم إن شاء الله. محمد وعلى محمد مأجورين سيدنا العزيز. أنا لساني عاجز عن الشكر حقيقة سيدنا، من القلب جاي أحكيها أنه تفضلت علي ونورتنا اليوم باستوديو قناة المهدي، وإن شاء الله هاي فاتحة خير أن أيضا هذا الاستوديو يكون خير منبر إن شاء الله لإيصال رسالة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. الله يوفقكم لهاي الخدمة إن شاء الله بحق محمد وآل محمد. الله يبارك بك سيدنا، الله يرعاك إن شاء الله. كلمة عزاء بداية البرنامج تحبون تقدمونها للعالم عبر شاشة قناة الإمام المهدي الفضائية بهذه المناسبة العظيمة ذكرى استشهاد الزهراء سلام الله. بسم الله الرحمن الرحيم، أتقدم بأحر آيات التعازي لمقام سيدي ومولاي سلام الله عليك يا حجة ابن الحسن العسكري سلام الله عليك. عجل الله تعالى فرجه الشريف ومراجعنا العظام وشيعة أمير المؤمنين سلام الله عليه بمصاب بمصيبة الزهراء سلام الله عليه سلام الله على الزهراء. وأسأل الله بحق فاطمة الزهراء أن يجعلنا وإياكم من محبين الزهراء ومن خدمة الزهراء إن شاء الله. اللهم آمين يا رب العالمين، اللهم وأن يعجل فرج مولانا صاحب العصر والزمان إن شاء الله. هذا هو أول دعاء. أي والله، احنا دوم على المنبر يعني بداية المجلس نهاية المجلس وسط المجلس، يعني دعانا بس دعاء الفرج. هنيئا لكم يا سيد. أي والله ماكو يعني غيره. هنيئا لكم، هنيئا لكم يا سماحة السيد، الله يبارك بكم ويرعاكم. مثل ما ذكرت مقدمة البرنامج سيدنا، حقيقة والله مو تملق ولا أنه جاي أنه أخذ سبق إعلامي، الله يشهد الحسين. هذا الشيء لمسته من خلال احتكاكي بسماحتك، شرفت أنه أكون في مدرستك حقيقة سيدنا، الله يبارك بك. بارك الله بك يا سيد حسن. وجودكم وجود الآخرين من خدام الحسين، احنا اصغر خادم من حد. انعم واكرم يا سيدنا، الله يبارك بك ويبارك بعمركم ويرعاك ان شاء الله. الله يخليكم لنا ان شاء الله. الله يسلمك. خلينا نتحدث في بدايه الحلقه سيدنا، بما انه احنا في ايام الزهراء سلام الله عليها، والسيده زينب عزيزه الزهراء سلام الله عليها. السيده زينب ومقام السيده زينب في دمشق والحوزه الزينبيه المباركه والمجالس الحسينيه، هو سنين من عمرك انقضيت وانت في خدمة السيدة زينب سلام الله عليها، خصوصا في العشرة الأولى من شهر محرم الحرام، وهو أي مجالس بالعالم تنعرض على سيد حسن الكربلائي. ولكن أنا اللي أدري اللي أعرفه أنه سيد حسن يحب أنه يقرأ بجوار عمته زينب سلام الله عليها. شنو سر التعلق بالسيدة زينب سلام الله عليها؟ والله إذا الحقيقة أنا ملي هسه ما عرفت، بس يعني شلون أقول لك أبو علي، نعم اكو اجواء هناك خاصه.
نعم تشعر غير أجواء الآخرين. يعني بكربلة ما شاء الله أشوف الناس، بس عد السيدة زينب سلام الله عليها ما أدري، فالجو خاصك، وهذا الجو يعني أنا شخصا ما أقدر أوصفه. سبحان الله. أي والله صحيح ما يتوصف. يعني هالسنة أم كنا هناك الحمد لله رب العالمين توفقنا، كان عندنا 3 مجالس، يعني المغرب عندنا قبل الأذان، المغرب عصرية بحساب كانت الحد، وكان عندنا بالحوزة الزينبية. نعم. ووراها نجي مجلس حسينية أبي الفضل العباس، خدمة أبي الفضل العباس سلام الله عليه، هم من أهالي سوريا. نعم. يعني المجلس هناك كان الحمد لله رب العالمين. قلت لك هناك فش أجواء بيها اللي ما تقدر توصل، اللسان عاجز عنها. أي والله صحيح عاجز سلام الله عليها. حصل أن الشرف أنه عبر قناة الإمام المهدي الفضائية أنه ننقل مجلسكم المبارك الله يبارك بكم من الحوزة الزينبية المباركة على الهواء مباشرة عبر شاشة قناة الإمام المهدي الفضائية، والجهد أيضا للأخوة خدام أبي عبد الله الحسين حقيقة في مكتب كربلاء، وأخونا وعزيزنا محمد أبو معاذ جزاه الله خير الجزاء، كان يوصل هالصورة هذه للعالم، الله يحفظ، ويبين للعالم أنه السيدة زينب وحرم السيدة زينب إن شاء الله محمي بأبي الفضل العباس سلام وسواعد الله. الأبطال إن شاء الله. وأنتم همين ذهابكم إلى حرم السيدة زينب كان إلى دور جدا فعال في إحياء أيام عاشوراء في السيدة زينب في حرم السيدة زينب سلام الله عليها. الحمد لله الله يوفقهم إن شاء الله، يوفقكم إلكم جميع الكادر اللي يخدمون بهاي القناة الفضائية. الله يسلمكم باسم الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. سلام الله عليك يا صاحب. الله يوفقكم إن شاء الله الجميع يا سيدنا. الله يبارك بك ويرعاك. الله أنا ما أريد السوالف تأخذنا هواي، إذا صحت العبارة نستمع إن شاء الله إلى مشاركة للسيدة الزهراء سلام الله عليها بأنفاسكم المباركة إن شاء الله. الله يخليك. الضلع واحد يا يم لا تنوحين. الله. الضلع واحد يا يم لا تنوحين بعد عينش تشوف ضلوع الحسين. يا أبو عبد الله. الضلع واحد يا يم لا تنوحين بعد عينش تشوف ضلوع الحسين، يراويتش الدهر. شي راويها للسيدة زينب؟ يعني هي من الطفولة بدت مصائب العقيلة زينب سلام الله عليها. سلام الله عليها. يراويتش الدهر حرق خيمة أو نحر، ولا بعد عينك تشوف ضلوع الحسين. أيوة حسين. بس نقرأها يعني. أيوة حسين. نعم سماحة السيد نستفيد من أنفاسكم. الله يبارك بك إن شاء الله. الضلع واحد يا يما لا تنوحين بعد عينك تشوف ضلوع الحسين، الضلع واحد يا يما لا تنوحين بعد عينك تشوف ضلوع الحسين، يراويش الدهر حرق خيمة ونحر، يراويش الدهر حرق خيمة ونحر بعد عينك تشوف ضلوع الحسين، اقعد قبال يا بنيتي يا مظلومة، الضليع واحد أشوفك حيل مهضومة. الله. يا يوم حسين ما يحصل مثل يوم تشوفي ضلوعك إلها بخيل مهشومة، أسمعك يا العقيلة من تصيحي. أسمعك يا العقيلة من تصيحين. إيش صح؟
بقيت محيرة وصف جبلدي على عيونيك صور على عيونيك صور حرق خيمة ونحر بعد عينيك تشوف ضلوع الحسين. أيوا ويلا أيوا ويلا أحسنتم سيدنا الله يخليك. طيب الله أنفاسكم الله يبارك فيكم. القصيدة كانت لمن؟ القصيدة لخادم الحسين كرار حسين الكربلاء. تحياتنا تحياتنا لأبوكم هذا الخادم حقيقة المخلص لسيد الشهداء المتواضع. الحمد لله رب العالمين. الله يبارك بي ويرعاه إن شاء الله. الله يخلي لنا جميع خدام الحسين. اللهم أمين اللهم أمين يا رب العالمين. الحسين نعطيهم فد نعمة ويا ريت طبعا محافظين عليها بس بعد أكثر أكثر يا بعد محافظة. أي إن شاء الله. أي والله إن شاء الله نعمة فضيلة. أي والله نعمة. الله سبحانه وتعالى متفضل علينا وهو الحسين سلام الله عليه. سلام الله عليك يا أبا عبد الله. هنيئا لنا بالحسين سلام الله عليه. ألف أي الحمد والله. لله رب العالمين. الحمد لله رب ألف العالمين. الحمد لله رب العالمين. ألف الحمد لله رب العالمين على هذه النعمة. الحمد لله رب العالمين. إحنا ممنونين يعني. أي والله نشكر رب العالمين ونشكر الحسين اللي موفقنا ومرخصينه طبعا رخصة. إذا ما ينطوك رخصة ما تقدر تجي. صحيح. هاي خليه على بالك. سبحان الله. ما لت تقوم تقول أنا يا اليوم رحت زرت أو رحت مجلس وهاي كل هذني دعوة هم من عندهم إذا يردون تروح وإذا ما يردون ما تروح. خلاص. صحيح والله. هي هاي نعمة فضيلة الحمد لله اللي متنعمين عليها. فمن الواجب علينا الحمد لهذه النعمة حقيقة. ألف الحمد لله رب العالمين. أي والله. ألف الحمد لله رب العالمين. والتواضع. تعلمنا من سماحتكم الله يبارك بكم ويرعاكم إن شاء الله. التواضع جدا مهم. هذا حسن ظنك أبوي. الله يحفظك سيدنا. هذا مو كلام حسين أميري. حسين أميري أقل من أنه يتحدث عن سماحة السيد حسين. إيه والله لا لا. هذا خدام الحسين الكل يتحدثون بهذا الشيء وجاي نتعلم من عندك حقيقة. هم أخويا وعزيزي حسين أميري حسن ظن هم خدام الحسين حسن ظنهم هذا. الله يسلمك يا الله يخليهم إن شاء الله بحق الحسين ويخليك إن يا سيد. الله يسلمك. الله يبارك بك ويرعاك. يبارك بعمركم إن شاء الله. يسلم. كثيرا ما تذكرون الماضين رحمة الله عليهم. الله يعني حقيقة أنا جاي أشوف هسه بين رواديدنا الله يحفظهم كلهم خدام الحسين وأنا قايلها الرواديد كل ورود كل وردة إلها فد اسم خاص وفد عطر خاص ولكن سيد حسن الله يبارك به ويرعاه دائما يذكر خدام الحسين الماضيين أمثال المرحوم حمزة الزغير رحمة الله عليه أمثال المرحوم الشيخ كاظم منظور ما أدري عبد الرضا النجفي وطن هذول الرواديد اللي حقيقة خلدت أسماءهم الله يرحمهم. أي والله سر ذكركم لأسماءهم دائما وسر خلودهم أريد نعرف أنه الهسة باقين ويانا أسماءهم موجودة وقصائدهم موجودة لحد الآن. نعم سر ما بيها هو كل لو ترجع كلمة واحدة كلمة واحدة هي آية من الإخلاص. أي أيوة والله ذاك اللي خلدهم ذاك سبب تخليدهم صار. صحيح. احنا بنتوسل ذولا نتوسل بذولا للحسين سلام الله عليك يا ابو نوصل للحسين بذولا هذول مقربين. اي والله مقربين هذول مقربين غير عالم عايشين كانوا اجواءهم. انا طبعا اللي اقولها الي هسه ممكن بعد الاخرين هذا يعني اذا عندي حاجه شيء خلي صوت المرحوم حمزه الزغير رحمه الله بالدعاء من يدعي من على دعائه. الله الله رحمة الله عليه. قبل مدة يعني مو شي فد شهر مو أكثر شفت رؤيا بيها شفت المرحوم حمزة الزغير رحمة الله عليه. رحمة الله عليه. شفت ده يقرأ قصيدة ذكرتها قلت الرؤيا ذكرتها خادم الحسين أستاذنا وعزيزنا وتاج راسنا حجي عبد الأمير الأموي. نعم الله يحفظه إن شاء الله. لأن القصيدة الوالدة القصيدة قصيدة شفت رؤيا بها اللي المرحوم حمزة الزغير بدأ يقرأها راحت الدارين الله بالخدمة الحسينية. أي والله. المقطع الثاني يقول الشاعر الحاج مهدي الأموي رحمة الله عليه يقول بها
راحت الدارين بالخدمة الحسينية لأهل الصدور الطاهرة اللي تحمل نياشين للخدمة الحسينية. بس شفت مرحوم الحمز رحمة الله عليه المقطع الثاني ما أقرأ، بس قرأ الأول اللي راحت الدارين بالخدمة الحسينية. فاطمة تسجل كل أسامي الخدام. الله 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 الله. يعني إذا شو يقول لأبو يعني أبو أحمد شلون غير شي المقطع الثاني. على كل فزيت جيت هم يعني الرؤية نقلتها الحاج عبد الأمير قلت له بيها، وراها جيت الله يطول عافية أبو كميل كرار حسين. نعم جيت قلت له هي شي رؤية، شال الكتاب قد قصيدة قال هي يعني هو فشي وزن كامل. فاطمة تسجل كل أسامي الخدام. والله هاي صار مستهل وكتب عليها فد ست أبيات سبع أبيات وقريناها بكربلة. الحمد لله هنيئا لكم يا سيد هنيئا لكم. هذا السبب اللي وهذا واحد لا خم اللي إذا نقرأ له فاتحة يجي يومنا. هم هاي دوما عمركم طويل إن شاء الله. عمركم طويل سيد. هم يجي يومنا فد يوم مثل ما ذكرناهم هم يجون أجيال تذكرنا. الله لا يحرمنا من وجودكم إن شاء الله سيد. الله يبارك بكم. هذا بعد الطريق صحيح ما من نفر. احنا خدمتنا الحسينية كلها سيدنا اذا صحت العبارة متأملين بها ذاك اليوم. ما عدنا غير والله ماكو غيرهم. دوم نقول احنا غير حسين ما عدنا وسيلة وسيلة. والذنوب هو شفتها ثجيلة وغدا يبدو لنا سدا منيعا. هذه آراؤنا فيه جميعا والذنوب هو يا ما عدنا غير الحسين نخيلك ما عدنا غير أهل البيت وبالأخص الحسين سلام الله عليه. نخيلك يا سيد الشهداء يعني كلهن بيدي وإن شاء الله. أنا سأحل دوم أحلف على المنبر السهن. أنا دوم أقول يعني أقول لهم حق العباس أبو فاضل ما يعوفونه. إن شاء الله ما يعوفونه أكيد. لا إن شاء الله ما يعوفونه ما يخلونه. يا الله يا الله أهل البيت رحمة. أي والله اكو هواي حكايات واحد يريد يحكي ابو علي ممكن واحد يخاف تتحور. يصعد الخطيب شوفوا على المنبر من يبدي يا رحمة الله الواسع واسع ويا باب نجاة الأمة. يبدي بهذا هاي المقدمة للخطباء أكيد. صحيح صحيح. تجي هنا تراجع القرآن قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الله ورحمة الله الحسين. سلام الله عليك يا سلام الله عليك. فهنيئا لنا بالحسين سلام الله عليك. هم نرجع نقول ألف الحمد لله. ألف الحمد لله والشكر. أحسنتم سيدنا. خلينا نبقى بموضوعنا المرحوم حمزة الصغير رحمة الله عليه والخلود. هذا أول يوم محرم ماكو تكية حسينية ما تعلق إلا على صوت يا شهر عاشور وحمزة الصغير رحمة الله عليه. أنا ما أدري أنتم هواي متأثرين بحمزة الصغير رحمة الله عليه. الله يرحمه. هل كان أكو لقاء مباشر مع الرادود حمزة الصغير؟ طبعا لقاء يعني ذاك الوقت إحنا أطفال. نعم بس نروح للمجالس مجالس حمزة رحمة الله عليه واجد تروح. نعم أي بس ما يعني ذاك الوقت الله يرحمه عندك واحد يتولع بواحد صح. هذا فد ولع محبة من الحسين سلام الله عليه. سلام الله عليك. وبعد نرجع هم نقول إخلاصه رحمة الله عليه هم كاظم منذور رحمة الله عليه. ما يوم كتب قصيدة الحمزة الصغير إذا كان يكتب قصيدة يكتبها للحسين سلام الله عليه. هذا سبب خلوده الإخلاص. نعم حمزة كان يقرأ للحسين سلام الله عليك. الله يرحم الماضين. هم نرجع نقول الله يرحم الماضين من خدام الحسين رحمة الله عليه. يعني يوم من الأيام سيد حسين البلوشي رحمة الله عليه جد السيد حيدر وجد سيد مصطفى وسيد فاضل الله يحفظه إن شاء الله. نعم أي والد سيد علي رحمة الله عليه. الله يرحم سيد علي والد والد سيد هادي. يوم من الأيام حمزة رحمة الله عليه باب قاضي الحاجات شوية مطرة
وما حد ماكو. سيد حسين قال للحمزة اصعد منبر. أبو أحمد قال له ماكو أحد، قال له أنا موجود الله يرحمه، إن شان يلطم يعني اللطمة مالته تعادل فد مجموعة ما شاء الله، بس ما تحدد تعادل مجموعة، عشان بدأ باللطم حمزة الله يرحمه. يعني هسه أبو علي لو يقولوا لي سيد حسن تعال بويا مجلس أصعد وحدك أقرأ، شرفك أكو أحد يسويها؟ أنت تسويها تقرأ. يعني الله يرحمك إجا صعد مرة الله يعني. واحد شيخ عبد الزار الكعبي مجلس كان عنده ولا نفر أكو ولا واحد. أخير مجلس أبو المجلس شان يعجب شيخ عبد الزار يقرأ رحمة الله عليه، شان يعجب شيخ عبد الزار، شيخ عبد الزار شان يقول له أبوي عندي مجالس واجي متأخر، قال له يا أبا تعال متأخر وماكو أحد، بعد الناس كلها راح البيت، شيخ عبد الزار شان يصعد وحده يقرأ المجلس، شان يعني بكربلة أكو مجالس اللي واحد بالسوق بالمحل بالبيوت، شان صير مجالس. نعم. المجلس وين شان؟ المجلس شان بقهوة حج حبيب قهوشي رحمة الله عليه، رحمة الله عليه الله يرحمه، شان يجي يصعد شيخ عبد الزارة يقرأ هو نفسه يقرأ الله، وينزل يروح يسد الباب ويروح، سبحان الله. هسه منو يسويها؟ سبحان الله. ما تريد ذول يتخلدون؟ اي والله يتخلدون، لازم يتخلدون، لازم يتخلدون. شيخ هادي رحمة الله عليه واحد ما يدري يذكرها ما يذكرها، لا والله اذكرها سيد ان شاء الله، شيخ خالد الجمهور يعرف عليه. نعم الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه رحمه الله، ويا شيخ خالد يعني كان عنده علاقه. نعم. اخير مره اللي شفته شيخ خالد رحمه الله عليه سنه 76 ميلادي حسينيه الشكرتجي، اذا جيت بكربلاء. نعم حسين الشكرتجي نادى هنا، انا كان صاعد منبر. على كل حشينا على خلودهم وسبب الخلود شنو هو؟ شيخ عبد الزار الكعبي كان شخص عنده صديق، قال له الصديق انت عندك علاقه خاصه ويا شيخ هادي، ممكن تعزمه تقول له 10 ليالي بالبيوت، هو كان يصير مجالس بيت الله يرحمه حاج جواد ولي من وجهاء كربلاء، بعد بيت شيخ مد الخياط رحمة الله عليه، ذولا كانوا يعني عندهم 10 ليالي ياخذون مجلس بالبيت 10 كاملة. نعم. هذا عنده مجلس بالبيت اساسا ما نذكر اسامي، شيخ هادي قال له اللي بلك بتعزمه راح عليه، قال له شيخنا فلان عنده مجلس 10 ليالي عندك مجال؟ الشيخ قال له أنا عندي في الدفتر أسجل بيه التزاماتي، نعم أروح أشوف إذا ما عندي بهالعشرة التزام بعيني أجي. راح شيخ هادي إجا باشر قال له يا أبا ما عندي بهالعشرة التزام، قل له يجي. راح قال له يا أبا حضر، دق السواد وحضر المجلس منبرك وهاي وسماعة ذني، راح يجي شيخ هادي ذاك الشخص محضر المجلس. يوم الأخير احتراما لهذا اللي دعا الشيخ هادي ابو المجلس، قال هذا هو دعاء هو جاب الشيخ هادي وهاي، احتراما له خلى هديه للحسين سلام الله عليه، خلاه بظروف قال له هذا مثل ما انت دعيته انت مقدم له، كما اخذ من عنده خلاه بجيبه راح. شيخنا أبو المجلس هو الشكر من عندك رحم الله والديك تزاحمت 10 ليالي، وقال له لا بالخدمة، راح الشيخ وماكو شيء، ما أخذ الأجرة الهدية، ما نطى. نعم. وما أخذ ما نطى سنة اللخصات. هم جاء أبو المجلس قال للصاحبة قال له العام دعيت للشيخ السنة بلك تدعي، راح عليه قال له طبعا هاي الابنه الشيخ علاء ذاك اليوم قبل مده يعني قلت له القضيه، نعم قلت له هذا سبب خلود والدك الله،
السنة الثانية هم جيش خاتقة هم أبو المجلس أعطى المعذرة نعم نطل هدية لهذا الشخص قال له نطيل الشيخ هادي وهذا ما نطل خليها بجي هذا هاي المسيرة كانت مستمرة يعني 10 سنين 11 سنة استمرت هاي الشغلة أبو المجلس يطي الهدية وهذا الهدية يخلي بجيبه وشيخ هادي يروح يعني 11 سنة 10 سنين 11 سنة هواية ترى وأبد ما يجيب الشيخ يجي يقرأ يجي يقرأ يكمل مجلس 10 ليالي حسب الأصول أبد ما يقصر يقول مثلا العام ما نطاني السنة خل أقرأ لنص ساعة لا نفس الشيء أبد ما غير بقد رأس أبرة ما غير شيء بالمجلس وراء هاي المدة السنين هذا الشخص اللي كان يدعي الشيخ رحمة الله عليه أجا قال له راد يروح المكة حار مع شيسة جبارة الذمة أي بعد أجا قال للشيخ السلام عليكم قال بريل الذمة هو الشيخ كان يدري عنده علم بهذا الشيء يدري أبو المجلس ينطي الهدية بس الهدية دا تروح قال له أنا أول يوم أول سنة اللي قرأت هناك وطلعت برا رحت معها ما انطيت الهدية أنا أول سنة بريت لك الذمة الله الله اللي فلوس تودي لأهلك اللي يأكلون فلوس الحسين سلام الله عليك يا عبد الله سبحان الله بعد ما نقدر نحكي أكثر هاي القلوب النقية سيدنا هذا سبب الخلود أي والله هذا سبب الخلود بعد ما نقدر نحكي صحيح أي والحمد لله البركة بالموجودين إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله أنا ما أدري والله يودي ان اتكلم بس ادري بيك انت تزعل يمكن لا لا هو يعني خلينا للحد ذاك اليوم طبعا اخويا انا احسبه اخويا شيخ زمان الله يعطي العافيه الله يعطي الصحه خالد ما اقول علامه وهذا لا شيء خادم الحسين يعني احسن صفه اللي تطيه اي والله خادم الحسين خادم الحسين مخلص كلهم مخلصين ترى بس هذا الشيء قلت له شيخنا مجلس اكو قبل كم سنة رحنا سويه بس السنة اريد اروح هناك مجلس يعني ماكو هدية ماكو شيء قال لي بعيني شو وقت ما تقول خابرني انا اقوم اجي جميل قلت له بالسيدة زينب ذاك يعني قبل 4-5 أيام قلت له بالسيدة زينب سلام الله عليها اريد ناخذ مجلس يوم استشهاد السيدة زينب سلام الله عليها شنو رأيك قال أول واحد أنا ما أنا جاي هني أنا له بالعافية عليه أي والله بالعافية عليه الله يوفقه إن شاء الله ويوفق الجميع اللهم آمين يا رب العالمين الله يحفظكم سيدنا ويوفقكم إحنا شهادتنا بيك مجروحة ولكن أنا لازم أحكيها حقيقة إنه سيد حسن الكربلائي إذا راح مجلس وأبو المجلس قال له على أجور سيد حسن يزعل حقيقة هاي لازم نحكيها إنه لا لا أي والله سيدنا مو جاي نتملق أو هذا الله يشهد والحسين الله ولكن هذه شهادة حق إحنا نتعلم من عندكم هاي الدروس يا سيدنا ونتمنى إنه نحذو حذوكم وطريقكم المبارك للخدمة الحسينية إنه مستعدين تبذلون في سبيل إنجاح المجلس الحسيني الله يبارك بكم ويرعاكم إن شاء الله نجاح المجلس أبو علي نجاح المجلس هاي كله لازم تطلب من عندهم هم اللي ينطون اي والله صحيح ماكو غير مكاشي استاد وما استاد كلها بتشف على كتر بس هي الخير والبركه كلها منهم ايش ما تريد اخذ من عندهم سلام الله عليهم تقول له هاي اريد هذا الشيء اريد هذا اريد هذا ينطون احسنتم يا سيد طيب الله انفاسكم بما انه احنا اليوم الاستوديو جديد ان شاء الله استوديو قناه الامام المهدي الفضائيه ودخولكم خير وبركه علينا الله ان شاء الله إن شاء الله كل الخير بوجهكم الله يبارك فيك سيدنا العزيز نتمنى أنه تنورون الاستوديو وتعطرون أنفاس الاستوديو بنشيد الولاء اللي دائما تقرونه إحنا غير حسين ما عندنا وسيلة نشيد الولاء طبعا أنا مو نشيد الولاء نشيد خدام الحسين نشيد خدام الحسين أي والله صحيح أنا أسمي هذا نشيد خدام الحسين دخيلك يا بعض أي والله احنا غير حسين ما عدنا وسيلة والذنوب هواي شفتها ثجيلة
وغدا يبدو لنا سدا منيعا. يا الله، هذه آراؤنا فيه جميعا، والذنوب هواي شفتها ثجيلة. هنا يا هل كثرة ذنوبك وانت متحير بأمرك، هنا يا هل كثرة ذنوبك وانت متحير بأمرك، اخدم بمأتم إمامك لو رديت للرحمة مسلك، وانت بالتأبين تخدم تسمع الهاتف يبشرك، لو إلك قوة فاكرة بنور العقيدة منورة، وللخدمة عندك مقدرة، وباللطم وسمت صدرك هالوسام يخمد جهنم شعاع، والوثيقة بها تحصيل الشفاعة. من بكاه وهو لله مطيعا، تطفئ النار له تلك الدموع. والذنوب هواي شفتها ثجيلة. الله، يا الذي عندك عقيدة ثابتة أو حرة وشريفة، أو تعلم الميزان حق، وشفت أعمالك خفيفة، ما إلك غير الشفاعة وبيها آمالك ضعيفة. صف العمل لا تخالطه ويحسين قول رابطه، أكرم الوادم بالعطاء ما يرد مأيوس ضيفه. لا والله ما يرد مأيوس ضيفه، واللي خدم حسين بالجنة يتنعم، وبالأناشيد الحسينية يترنم. جاره في الدهر لا يخشى ضياعا، شأنه يعلو ويزداد ارتفاعا. والذنوب هواي شفتها ثجيلة. الله 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 يخليك، أحسن سيدنا. طيب الله أنفاسك. القصيدة هاي هواي انقرأت، هواي رواديد قروها المرحوم حمزة الصغير رحمة الله عليه، ولكن حقيقة سيدنا والله مو مجاملة، من تقرونها على المنبر ما أدري الناس تروح بغير شعور وبغير إحساس. يعني واحد يصفيني توي الحسين، يعني قبل ما أدري هسه إذا صحت العبارة أو لا. الحمد لله، فهنيئا لكم يا سيد، هنيئا لكم هذا الإخلاص الخدمة الحسينية. الله يخليك. أنا بودي أنه نذكر القصائد القديمة، طبعا تحياتنا لخدام أبي عبد الله الحسين الشعراء اللي كتبوا لحضرتكم، أستاذ جابر الكاظمي الله يحفظه، بلي. أستاذ هيثم سعودي، جابر الكاظمي أبو علي الله يدي العافية، وأبو علي خادم أهل البيت هيثم سعودي الكربلائي الله يرحم والده ووالدته، يرحم أهله اللي قبل سنة أو سنتين توفت إلى رحمة الله. رحمة الله. وبعد المرحوم الحاج علي إبراهيم الفراتي رحمة الله عليه. رحمة الله عليه. هذا من شعراء القدماء. قصيدة قارئة المرحوم حمزة الصغير رحمة الله عليه، والمرحوم محمد رضا فتح الله رحمة الله عليه. رحمة الله عليه مجمعين. بعد المرحوم حج مهدي الأموي رحمة الله عليه. هذول اللي قرأنا بعد. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. والقصيدة هم واحدة قصيدة أو قصيدتين قرأت للمرحوم استادي الله يرحمه أبو منتظر رحمة الله عليه ملا محمد رحمة الله عليه. محمد كان عنده قصيدة اللي طولي يا ليلة وداع أهل العقيدة، الله أرد أشم حسين من صدره وريده، طولي يا ليلة وداع أهل العقيدة أرد أشم حسين من صدره وريده
وريد سر أيا ليل لتوديع هوينا. سر أيا ليل لتوديع هوينا، فعسى ما أشرقت شمس علينا. الله قولي يا ليلة وداع أهل رحمة الله العقيدة. رحمة الله عليه. أي والله رحمة الله عليه. حقيقة سيدنا شرفت أنه أكون في كربلاء المقدسة في محرم وصفر، يعني ذكر محمد حمزة رحمة الله عليه موجود، ذكر المرحوم حمزة الزغير موجود، مثل ما ذكرنا أو ذكرت سماحتكم الإخلاص للحسين سلام الله عليه، هو من خلد هذه الشخصيات الحسينية، أعمدة المنبر الحسيني رحمة الله عليهم أجمعين، الله يرحمهم. يعني طبعاً أنت من تسمع مثل ما تفضلت أبو علي، نعم الله يحفظكم سيدي، قلت لنا على بداية محرم ليلة أول محرم نسمع قصيدة يا شهر عاشور، الله وكيلك من تسمعه يعني تشتم ريحة محرم. الله، هاي واحد يشعرها. صحيح صحيح، يحس بيها رحمة الله عليهم أجمعين، الله يرحمه. خلينا نرجع للقصائد القديمة الخالدة إن شاء الله خالدة باسم الحسين سلام الله عليه اللي قرأتوها حضرتكم، اللي إلى هذا اليوم والرواديد الشباب الله يحفظهم ويرعاهم يقرون بهالقصائد هذه. إلهٍ كان ما ردًا لأبو اليمة، تجسيد في ذلك الوقت. يمكن أنا عمري صغير ولكن نستفيد من خبرتكم طبعًا أنه النظام البائد كان موجود في العراق ومنعت زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه نهائيًا. يعني خلينا نحكيها بصراحة، شلون هسه واحد يجي منع زيارة الحسين؟ احنا متعلمين كل 40 لازم نكون يم سيد الشهداء، الزيارات اللي ليالي الجمعة المناسبات، فد مرة وتنقطع. الله يساعد قلبكم حقيقة انه عشتوا هذا الزمن انه انحرمتوا من زيارة سيد الشهداء والقصيدة الخالدة هذه. الحمد لله رب العالمين. شو اقول لك انا؟ ما ادري شو اقول لك. وين قرأت؟ قرأتها انا مرة قرأتها بطهران في حسينية آل كربلاء، وبعد سنين اللي شنا في سوريا، في سوريا هناك المجلس اللي موجود هو يعني بالحوزة الزينبية، أجواء سوريا بعد قلنا أجواء ما تنوصف. صحيح. الحمد لله رب العالمين هناك قرأناها، أو وراها الحمد لله رب العالمين اللي صار، صارت القسمة اللي نروح لزيارة الحسين سلام الله عليك يا أبو. وإن شاء الله يعني واحد لازم يطلب من رب العالمين الكل، نسأل الله اللي أول لا يحرمنا من هاي النعمة ونحافظ عليها. يا والله اللي لا تروح من إيدينا إن شاء الله. نعم سيدنا العزيز الله يبارك بكم ويرعاكم، ذكرنا بارك بعمرك إن شاء الله، الله يحفظك سيدنا، ذكرنا القصائد القديمة إلى إن كان ما ردًا لأبو اليمة، ويكفيني فخرًا يكفيني لحسين أفنيت سنين، القصيدة الرائعة هذه أيضا اللي تخلدت إن شاء الله. هذه القصيدة وين قرأت؟ هل لها قصة معينة؟ لا والله لا قصة معينة ما لها. القصيدة قرأت بالسيدة زينب سلام الله عليها، سلام الله عليها، هناك والقصيدة لخادم الحسين الحاج هيثم سعود الكربلائي الله يحفظه ويرعاه إن شاء الله. خلينا نسمع بأنفاسكم ولو مقطع إن شاء الله من إله إن شان ما ردًا لأبو اليمة بداية. إله إن شان ما ردًا لأبو اليمة، أخذ روحي بياب الموت لي رحمة، أنا من سنين أنادي والدمع يجري، إلهي بفقد أبو اليمة انكسر ظهري، أخلصت روحي وخلص صبري، خلصت روحي بعمري، جني بعمري تيخي
خادم أهل البيت هيثم سعود الدرويش. أنا من يشني من عادي والشام يجري إلى ببال عودي اخلصت روحي وخير صبري شبقت عمري وشليت عمري دخيت عمري ترى الباقي حبيب الموية ما إلهي وكل شخص من يبقيد أحبابه يزور النايات ويتواسيه بيطابه تذكر بيوم أبو الشجاع يا وصوابة لكن وين دمعته على حدي ينهب ماله وبيشي الوافي متواسي وشي الكلمة يقيل لي بفقد ابو اليمة يواسيني اشو عينك غيابت الكيف العيني يا ابو اليمة شيطع بابي يا بول يما وعاد اللعبة لا تثنيني ويا بول يما بغيابك ما تثني البسمة. نعم أحسنتم سيدنا. أيضا ذكرونا بأنفاسكم المباركة قصيدة يكفيني فخرا يكفيني. يكفيني فخرا يكفيني لحسين أفنيت سنيني. يكفيني فخرا يكفيني لحسين أفنيت سنيني. الله. فتحت عيون من مهدي وشنيت لسات في الأرض سمعت الناعيين عحسياً وأصوات النعيت يفجع أو إذا بالمرض ضعت قيلي أحلفك يا ابن بالمرض. فتحت عيون من مهدي شنيت للشط في الأرض فتحت عيون من مهدي شنيت للشط في الأرض
سمعت الناعين عحشيا وأصوات النعي تفجر، وشفيت كل اللي حولي نواظرهم دمى تدمع، وذابي الها تفتقل لي احلفك يا نبي المرضى دميع هيدي لي يا امه وحليبي برقبتك ذمه وتوفي لما نيت خدمه المن لابو اليمه لابو اليمه فقال القلب غذيني فهذا الحب ينجيني يكفيني الله الله لحسين أفنيت سلي يكفيني يكفيني فرحا يكفيني فرحت إلى الشاعر الغريب وخادم أهل البيت هيثم سعودي. أحسنتم سيدنا، الله يبارك. طيب الله أنفاسكم، الله يبارك بكم واسمعكم ويبارك بعمركم. أنا الوقت داهمني وحقيقة القعدة وياك ما تنمل سيدنا، الله يشهد ويحسن. أنا خادمك الله يحسن، والله ما أدري شو أنا خادمك سيدنا تاج رأسي. أنا أيضا القعدة وياك حلوة أبو علي. الله يسلمك سيدنا حبيبي، الله يطول عمرك ويرعاك. المحمرة كثيرا ما تتردد على المحمرة، وشرفنا حقيقة شرف عظيم أنه سيد حسن الرادود يجينا بالمحمرة، ونتشرف أنه نكون بجانبه في الأيام اللي يبقى بيها، وحقيقة أحكيها من القلب سيدنا. الله يزيد الشرف. من تروح يعني يكون عندنا فراغ ونتأذى صراحة. الله يخليك، الله يخليك يعزك ويستر عليك. الله يسلمك. خدمة الإمام الحسين بالمحمرة، شو تحب تقدم لهم من كلمة؟ طبعا أنا لي ذكريات بالمحمرة. نعم. أيام زمان أنا الله يرحم المرحوم سيد شبر رحمة الله، رحمة الله عليه. كنا بالديوانية هناك، يعني عندنا مجلس عند السيد، والله يرحم الكاظم الجزائري رحمة الله عليه. ذكريات ويا يوم الشيخ كاظم الجزائري الأميري، أيضا نشرف أنه ننتمي له إحنا. الله يرحمه رحمة الله عليه. نعم. كاظم يعني إذا مرات كان مجلس يتأخر شوية، عندنا مجلس مكان ثاني كنا نقول له شوية طول، يقول ما عندي وقت. أتذكر في اليوم جينا شدينا تشفيه بشفيه والله فتحها الله يرحمها رحمة الله يعني. قال بويا ابشر روح. الحمد لله رب العالمين. ذكرياتنا هاي أيام زمان قضيناها بالمحمرة. طبعا مو المحمرة، هي المعروفة بالنجف الثانية، هاي اللي تخليك تتعلق بها أكثر. يعني هذا التعلق الحمد لله رب العالمين، إن شاء الله دائما الدوم ولائية. تعلق ولائي. اي والله ولائي. باسم امير المؤمنين سلام الله، باسم الحسين سلام الله يعني. احسنتم. هو احنا سيدنا خدمه الامام الحسين هي بكلامكم مقطوع بالخير. الله يخليكم. نعم. ومخلفكم اللي كنا بديوانيه سيد شبر رحمه الله عليه، بعدين كنا نروح لديوانيه سيد علي رحمه الله عليه ايضا هناك. نعم. ويا المرحوم الله رزاق نقش. نعم. رحمه الله عليه. ملا محمد علي ابو سعيد، من بعدها كنا نروح بيت حجي صالح المكتوفي هناك مجلس. هاي الذكريات اللي عندنا مثلك، وأجواء فد أجواء كانت، وإن شاء الله تعود ذيك الأجواء مرة ثانية إن شاء الله لهاي الديرة المباركة باسم أمير المؤمنين سلام الله عليه. أحسنتم سيدنا. أنا قلتها دائما في طريق الإمام الحسين هواي تتعرف على ناس وتصير صداقات وتصير علاقات كلها باسم الحسين سلام الله عليه. سلام الله. فهنيئا لنا بالحسين سلام الله عليه، وهنيئا لنا بخدام الإمام الحسين أمثالكم يا سيدنا. الله العزيز الله يحفظكم ويرعاكم إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم. هنيئا لنا اللي تعرفنا عليكم خدام لكم سيدنا. الله يبارك. كلمة أخيرة تحبون تقولونها مولانا؟ الله يعزك. ما عد والله أشكركم، أشكر هاي القناة المباركة باسم الإمام المهدي والجميع الأخوة العاملين بها. الله يبارك بكم إن شاء الله ويوفقكم الله يسلمك لهاي الخدمة، ولا يحرمنا
من خدمة الحسين وخدمة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. نعم أحسنتم سيدنا، جزاكم الله خير جزاء طيب الله أنفاسكم ومبارك الله بكم. نعم أحبائي المشاهدين، في هذه اللحظات انتهى وقت البرنامج، انتهى وقت هذه الحلقة الخاصة. شكري الجزيل لأستاذي وعزيزي وتاج راسي الرادود الحسيني الحاج السيد حسن الكربلائي على تلبية الدعوة، وأسأل الله بحق الحسين أن يجمعنا دائما تحت خيمة الإمام الحسين إن شاء الله، وفي ظل سيدة نساء العالمين السيدة الزهراء سلام الله عليها. تقبلوا تحياتي حسين الأميري، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.